السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله تعالى تعالى وبركاته. وبركاته. قصة اليوم، قصة قصة اليهودي اليهودي والصلاة والصلاة على على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. كان كان هناك هناك رجل رجل يهودي، يهودي، وكان وكان له له صاحب صاحب مسلم، مسلم، وكان وكان اليهودي اليهودي والمسلم والمسلم دائما دائما ما ما يتزاورون يتزاورون ويتشاورون. ويتشاورون. وكان وكان الرجل الرجل المسلم المسلم الصالح الصالح كثيرا كثيرا ما ما يصلي على يصلي على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم، بصيغة بصيغة أنه أنه لا لا تقضى تقضى الحاجة الحاجة إلا إلا بالصلاة بالصلاة على على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. لاحظ لاحظ الرجل الرجل اليهودي اليهودي أن أن المسلم المسلم يردد يردد تلك تلك الكلمة الكلمة في في كل كل ما ما يفعل، يفعل، بل بل في في كل كل حركاته حركاته وسكناته، وسكناته. فاغتاظ فاغتاظ منه منه وقرر وقرر أن أن يكيد يكيد له له لكي لكي يبطل يبطل هذه هذه العادة العادة ولا ولا يكرر يكرر الصلاة الصلاة على على النبي النبي مرة مرة أخرى. أخرى. فذهب فذهب اليهودي اليهودي إلى إلى الرجل الرجل المسلم المسلم الصالح الصالح وقال وقال له له كذبا كذبا أنه أنه سوف سوف يذهب يذهب للسفر للسفر لقضاء لقضاء بعض بعض شؤونه، شؤونه، وأنه وأنه يريد يريد أن أن يترك يترك خاتمه خاتمه الثمين الثمين أمانة أمانة عنده. عنده. فأجابه فأجابه الرجل الرجل الصالح الصالح بقوله: بقوله: لا لا تقضى تقضى الحاجة الحاجة إلا إلا بالصلاة على بالصلاة على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. قال قال اليهودي: اليهودي: سوف سوف نرى. نرى. وبعدها وبعدها بيومين بيومين ذهب ذهب اليهودي اليهودي إلى إلى دار دار المسلم المسلم وفتش وفتش فيه فيه وصاحبه وصاحبه غير غير موجود، موجود، إلى إلى أن أن وجد وجد خاتمه خاتمه وأخذه وأخذه وألقى وألقى به به في في مياه مياه النهر النهر لكي لكي يقطع يقطع كل كل السبل السبل على على الرجل الرجل المسلم، المسلم. ثم ثم رجع رجع عائدا عائدا إلى إلى الرجل الرجل وأخبره وأخبره أنه أنه عاد عاد لتوه لتوه من من السفر السفر وأنه وأنه يريد يريد خاتمه خاتمه الذي الذي تركه تركه أمانة أمانة عنده. عنده. فقال فقال الرجل: الرجل: لا لا تقضى تقضى الحاجة الحاجة إلا إلا بالصلاة بالصلاة على على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. سوف سوف أعطيك أعطيك خاتمك خاتمك لكني لكني توي توي عائدا من عائدا من الصيد، الصيد ووفقني ووفقني الله الله لصيد لصيد سمكة سمكة كبيرة كبيرة ولن ولن أتركك أتركك حتى حتى تأكل تأكل معي معي منها. منها. فرضخ فرضخ الرجل الرجل اليهودي اليهودي لرغبة لرغبة المسلم. المسلم. وفي وفي تلك تلك اللحظة اللحظة نادت نادت زوجة زوجة الرجل الرجل المسلم المسلم عليه عليه وقالت وقالت له له بأنها بأنها وجدت وجدت خاتما خاتما في في السمكة السمكة التي التي اصطادها. اصطادها. فلما فلما نظر نظر المسلم المسلم للخاتم للخاتم عرفه، عرفه، ولكنه ولكنه تعجب، تعجب، تعجب تعجب بشدة، بشدة، إنه إنه خاتم خاتم اليهودي، اليهودي، من من الذي الذي ذهب ذهب به به لبطن لبطن تلك تلك السمكة؟ السمكة؟ ثم ثم ذهب ذهب يبحث يبحث عنه، عنه، فلم فلم يجده يجده في في مكانه، مكانه، هنالك هنالك على على صوت صوت اليهودي اليهودي الذي الذي لم لم يكن يكن يعرف يعرف بشأن بشأن السمكة. السمكة. لم لم يكن يكن يعرف يعرف بشأن بشأن السمكة السمكة بعد، بعد، واتهم واتهم المسلم المسلم بالسرقة بالسرقة، وهدده وهدده إن إن لم لم يحضر يحضر له له خاتمه خاتمه لا لا يفضحنه يفضحنه هو هو والمسلمين، والمسلمين، ولن ولن يكون يكون له له وجه وجه كي كي يردد يردد كلمته كلمته المشهورة. المشهورة. فقال فقال الرجل الرجل المسلم: المسلم: لا لا تقضى تقضى الحاجة الحاجة إلا إلا بالصلاة بالصلاة على على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. وأعطى وأعطى اليهودي اليهودي خاتمه. خاتمه. هنا هنا تعجب تعجب اليهودي اليهودي وكاد وكاد يجن يجن وأمسك وأمسك بالرجل بالرجل المسلم المسلم وأخذ وأخذ يحلف يحلف عليه عليه أن أن يخبره يخبره أين أين وجدت وجدت الخاتم. الخاتم. فقص فقص له له ما ما حدث، حدث، ثم ثم سأله سأله المسلم المسلم عن عن سبب سبب تعجبه، تعجبه، وهو وهو المفروض المفروض بأنه بأنه يعلم يعلم بوجود بوجود الخاتم الخاتم موجود موجود أمانة أمانة عند عند المسلم. المسلم. فقص فقص اليهودي اليهودي فعلته فعلته على على الرجل الرجل المسلم، المسلم. فما فما كان كان من من الرجل الرجل الصالح الصالح إلا إلا أن أن يقول: يقول: لقد لقد أردت أن أردت أن تتهمني تتهمني بالسرقة، بالسرقة، وأراد وأراد الله الله غير غير ذلك ذلك ببركة ببركة الصلاة الصلاة على على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. هنا هنا خر خر اليهودي اليهودي على على ركبتيه ركبتيه ونطق ونطق الشهادتين: الشهادتين: أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله، الله، وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله، الله، ودخل في ودخل في الإسلام الإسلام ببركة ببركة الصلاة الصلاة على على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.